هذا أيوه. بنان الحمال محمد بن احمد بن سعيد الواسطي من واسط بلد جد نسي احمد رفاع شيخ الطريقه رفاع الصوفيه، ثم المصري صاحب الجنيد البغداد شيخ الفقهاء والطريقه ساده الصوفيه. اي والله شيخ الطائفه. اي والله الصوفيه سيدنا الجنيد الذي دعا للطريق بالسد. اي والله دعا سيدنا سيدنا العلماء في صعيد مصر يقولوا سيدنا الجنيد هو الذي دعا للطريق بالسد من كراماته. يعني اي واحد صوفي مهما يعني هذول كلهم مستورين. ربنا مبروك كم قبلينه ربنا يستره بشركم بشاره. فلازم نقرا له الفاتحه باستمرار. فاتحه فاتحه. من كراماتي اغرى بعض القداة ابن طولون على ان يلقي للسبع فالقاه فجعل يشمه ولا يضره. قيل له ما كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال كنت اتفكر في سؤر للسبع طاهر ام لا. يا سلام. ومن كراماته وشى به بعض القضاة فضربه سبع ضربات فدعا عليه ان يحبس سبع سنين فحبس. كذلك توفي في مصر عام 316. اللي هو مين؟ اللي هو بنان الحمال. ايوه بهاء الدين. هلا هلا سيدي. بهاء الدين المجذوب القادري المدفون بالقرب من باب الشعريه بزاويتي كان من اكابر العارفين. ومن كراماتي لما جذب انتظر زوجته افاقته سبع سنين. سبع سنين مجذوب يا اصحى معايا شيخ اسيوط. سبع سنين مجذوب فلم يفق. فاستفتت العلماء فافتوها بانها تتزوج. فجاء في تلك الليله حين دخل بها زوجها وطعنها فماتا جميعا. وضرب القاضي فعمي وتكسح الى ان ماتوا في عام 922. خلاص. لا والله بس انا اجزتوا يا حبيبي. لما السيد يسعى نور امه يقول اللي يجي علينا الله والرجال عليه. الله. الرجال هم رجال الله. مدد مدد. فلما يدعو رجال الله على الانسان يبقى شيل من الطريق بقى. الله. يبقى زي ما انت تقول حبة فلان كذا. زين والنخاله. احسنت سيدي. هلا. احسنت سيدي. والنخاله. سيدي الفرغل. النخاله شو تقول فيهم هذول؟ سيدي الفرغل. لا والله. سيدي الفرغل ابو تيج وسيدي ابو حسين. الله. يا سيد الفرغل يفتوه يا سكن القلب من جوه احنا العساكر وانت الجوه. الله الله. سيد الفرغل. سيد الفرغل.